السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ويانا تجربة خاصة أستون مارتن دي بي إكس 2021، شوفها مع بعض. طبعا كالعادة راح تلقون كافة تفاصيل حسابات أستون مارتن الكويت تحت بالوصف وموقعهم الإلكتروني. وإذا ما كنت مشترك معي بالقناة اشترك معي بالقناة ليصلك الفيديوهات نفس هذه أول بأول، حياكم الله. وسعر الدي بي إكس يرتفع على حسب المواصفات اللي أنت تحطها، طبعا بداية تكون بحدود 80,000 دينار كويتي ويرتفع حسب الأوبشن اللي أنت تختاره. راح أخذ لكم جولة تصويرية أول للفيديو وبعدين نكمل بالمواصفات ونشرح عن السيارة بشكل مفصل. ونشوف محرك دي بي اكس مع بعض. ومحرك دي بي اكس يكون 8 سلندر توين تيربو من شركة مرسيدس. محركهم الام 117 يولد 550 حصان وعزم يصل الى 700 نيوتن متر. والجير يكون 9 سرعات اوتوماتيكي، واكيد نظام الدفع يكون اول ويل درايف، دفع رباعي مستمر للعجلات. تتسارع الدي بي اكس من 0 ل 100 ب 4.5 ثانية. السرعة القصوى محددة إلكترونيا 291 كيلومتر في الساعة. مو معناته المحرك من مرسيدس معناته أن أستون مارتن ما تدخلوا فيه نهائيا، لا بالعكس، هم مشيكين عليه وفاينل إنسبكشن باي كيرون مارتن، يعني مشيك عليه آخر واحد السيد كيرون مارتن في غريت بريتن المملكة المتحدة. مثل ما تشوفون فتحة الكبوت يعني يفتح لك جزء كامل، حتى يفتح لك اللي نسميه احنا المدقر اليسار والمدقر اليمين يفتح بشكل كامل. واكيد الكبوت يكون فيه هوكين عشان ثبات في السرعات العاليه يعطيك الكبوت نفسه. والمواصفات بشكل كامل موجوده هنا، حاطينها اللزقه هذه عباره عن كل الاوبشن اللي موجود في السياره موجود في اللزقه هذه. طبعا هذا هو شكل مفتاح الأستون مارتن. تقدر تطلب اوبشن زياده يكون كله كريستال، بس هذا الاوبشن عليه 700 دينار زياده. عندنا هنا شعار الأستون مارتن وكلمة الأستون مارتن موجودة على جنب المفتاح، وأيضا الشعار موجود فوق هنا عن طريق الكريستالة هذه الجميلة. صراحة مفتاح جدا جميل وممسكة جدا فخم. وفي رسمة الدبة للأستون مارتن دي بي إكس موجودة تحت. وشوفوا اهتمام شركة أستون مارتن حتى بالمفتاح. بتفتح هذا المشبك اللي تركب فيه الميدالية، تضغط هنا راح يطلع لك. وإذا ما تبي تخرب شكل المفتاح تقدر تخفيه بشكل ممتاز. الأستون مارتن دي بي إكس ينافس فئة اللكجري اس يو في، الاس يو في الفخم، سيارات السبورت يوتيليتي فيكل الفخمة مثل الروز رايز كولينن والبنتلي بنتيجا، وأيضا يدش وياهم اللامبورجيني يورس. إذا ما نشوف واجهة الأستون مارتن هويتهم على طول راح تعرفها. واللي يميز الأستون مارتن أنهم الشاصي بلت إن، يعني عندهم وهم اللي مبدعين فيه ومسوين الشاصي خاص في السيارة هذه. مثل ما تشوفون الأبواب السوان دور يسمونهم، الأبواب بالعربي أبواب البجعة أو أبواب يعني اللي كذي شكلهم مايل مثل ما تشوفون على الجنب، مو سيدة طالع برا كأنه سيارة سبورت، وهذا خاص فقط في الأستون مارتن، ما راح تلقاه بأي شركة ثانية. عند الواجهة الأمامية راح تعرف على طول من أستون مارتن الشبك الأمامي، وهذا هو أكبر شبك وجد على سيارات أستون مارتن في تاريخهم. عندنا الـ LED موجود، الـ LED النهاري تحت. طبعا الفتحات هذه تكون حقيقية حق تبريد داخل مختص في الايروداينامكس. وأيضا عندنا السنسر موجود تحت باللون الأسود، والسنسر موجود على الدعامية بلون الدعامية الجميل. وأيضا في مثل ما تشوفون شعار، هذا يكون في أجهزة الرادار وأجهزة مساعدة السائق موجودة هنا. طبعا كاميرا تكييف 360 راح أشوفها من الداخل. شعار الأستون مارتن. لطالما سيارات أستون مارتن ارتبطت ارتباط مباشر في أفلام الجيمس بوند العميل 007. دائما تلقى الافلام مثل يستخدمون الدي بي 5 والجديد اليوم، والفيلم اللي تو نازل ايضا دي بي 11 استخدموها فيها، وسوبر لجيرا الموجوده هناك. مثل ما نشوف ال LED تحت، الاشارات موجوده هنا على الجنب.
واللون هذا صراحة أنا عاجبني جدا، لونه جميل جدا، طالع شكله كأنه أخضر على أزرق مثل ما تشوفون على الجنب على الباب. وطول قاعدة العجلات لأستون مارتن دي بي اكس، نقصد قاعدة العجلات من التاير الأمامي إلى التاير الخلفي 3060 ملي متر، والطول الإجمالي يكون 5039 ملي متر بالضبط. أستون مارتن مادين التاير إلى الأمام بالآخر، ومادين التاير الوراء إلى الآخر حيل، عشان يعطيك إحساس أن هذه السيارة أستون مارتن، وعلى الجنب تحس أنها يعني مختلفة عن السيارات الثانية. والتواير تكون من بريلي مقاسة 285 40 22 إنش. والتاير اللي بالخلف مختلف، يكون 325 35 22 إنش. سعة خزان الوقود يكون 80 لتر، وهذا هو شكل خزان الوقود إذا بتشوف خزان الوقود لأستون مارتن دي بي إكس. على طول بدون كاب، يعني كابلس، تدخل مات البنزين على طول تقدر تعبي بنزين. هذا هو شكل الإضاءات الخلفية مات أستون مارتن دي بي إكس. ما شوف التصميم الخلفي جدا مختلف عن أي سيارة تقدر تشوفها بالسوق أو بالشارع. ما تشوفون الليتات الخلفية ممتدة إلى جنب السيارة، المدقر الخلفي، وأيضا عندك السبويلر اللي موجود مدمج الجناح الخلفي مع الدبة نفسها. طبعا قصة السبورت باكج. وسعة التحميل الخلفية جدا ممتازة، 632 لتر. أكيد دامك شاري سيارة بريطانية راح يعطونك إياها أمبريلا أو شمسية موجودة بالخلف هني. وهني حامي للأغراض موجود ستيل، وأيضا عندنا هني تقدر تنزل وتصعد السيارة عشان تحمل عليها أغراض بشكل ممتاز. أيضا تقدر تطوي الكراسي الخلفية موجودة هني، الـL والR، مثلا تضغط هني تضغط هني راح ينزلون عندك، تقدر تحمل أغراض أطول بشكل ممتاز. وهي أيضا شمسية تكون من الجلد، والتطريز شوف التطريز بس، يعني اهتمام أستون مارتن في التفاصيل ما راح تلقاه تقريبا بأي شركة ثانية. وعندك أيضا هذه الشمسية تقدر تشيلها، وأيضا تكون من الجلد، في عدة موجودة فوق هني بالخام هذا الجميل، تقدر انك تفتحها، مثلث خطر موجود داخل. وإذا تبتفضل العدة أو السبير، شوف هذا الخام اللي موجود هني، عندك الجلد، الستراب اللي هني، هذا الحزام تقدر تسحبه، وعندك السبير موجود هني مع عدة التفخ كاملة موجودة تحت. وتبتسكر الدبة، طبعا عندك زرين، زر يقفل السيارة مرة واحدة، وزر يقفل لك الباب فقط. ونشوف الدي بي اكس من الداخل مع بعض. طبعا عندك مفتاح، اكيد دخول ذكي بدون مفتاح، تخلي المفتاح بجيبك وتدش دخول ذكي بدون مفتاح. المنظرة الخارجية تكون مدمجة مع الباب مو على الدريشة نفسها، فمعطيك رؤية افضل، ايضا منظرة اضافية موجودة هني، اكيد فيها النقطة العمياء موجودة في المنظرة الخارجية. واذا تبي تفتح الباب، اليد مسوينها فلاش عشان يعطيك ايروديناميك وانسيابية هواء افضل، تضغط هني تنزل عندك الدريشة، لأنه هو دور فريملس، يعني بدون إطار الباب، مثل ما تشوفون فريملس بدون إطار. والمنظرة أو الدريشة تكون دبل عشان يعطيك عزل داخل مقصورة بشكل ممتاز. عندنا ما شاء الله الجلود والمواد المستخدمة الممتازة من أستون مارتن. عندك اللون الستيتشنج هذا، مثل ما وريتك من قبل شيء، تقدر تختار ألوان عديدة، يعني هذا اللي مسوي السيارة مختارها تقريبا نفس اللون الخارجي. وأيضا عندنا المناظر أكيد بشكل أوتوماتيكي من هنا، وعندك منظرة تحكم فيها من هنا. طبعا عندك تحت كل جلود، ما راح تلقى ولا بلاستيك موجود بالسيارة، بصمة دي بي اكس وهاند بيلت ان جريت بريتن، مصنوعة في بريطانيا. طبعا اكيد الكراسي بشكل كهربائي بالكامل، مع في ذاكرة مقاعد ثلاثة موجودة، وايضا عندك دعم قطنية الظهر موجودة هني. طبعا السيارة اكيد مصنوعة في بريطانيا. وشوف الهيدروليك الموجود على الباب عشان يعطيك هذا السوان دور موجود هني، اول مرة اشوف هيدروليك يكون مع الباب نفسه، كأنه معاون حق الباب بس. عندنا هذه الداخلية ما شاء الله تبارك الله، شوف شكل السكان ثلاثي الأضلاع، راح نشوف إن شاء الله مع بعض. عندك التطريز باللون الأزرق الخارجي، وأيضا الكاربون الذهبي موجود هنا، مثل ما وريتكم الأوبشن اللي قبل شوي، في إضاءات داخلية. وشوف البايبنج أو اللي يقولون لك
بالمعدن موجود هنا تحت بالكشن. طبعا الكشن اكيد تبريد وتدفئه فيه. وعندنا السنادة الراس مدموجة مع الكرسي نفسه لسيارات السبورت، على طول يكون دائما كذي الشكل، يعطيك كأنه بوكيت سيت. وعندك الدعم اللي موجود هنا، تقدر انك تخلي هذا اضيق عشان يمسكك الدعامات هذه اللي على الجنب، تمسكك بشكل افضل. بصمة الاستن مارتن موجودة على كيشن السايق، وفتحة بانوراما ما شاء الله عملاقة مع الالكنتارا موجودة فوق. والسكان يجي ثلاثة الاضلاع 3 سبوك، وعندنا هنا تطريز، وايضا شعار استن مارتن باللون الاخضر مثل ما تشوفون. عندك التحكم في مثبت السرعة والرادار موجود هنا، وايضا في الليمتر، وايضا عندك ترد وتغلق على الاتصال موجود هنا. وعندنا على اليمين ازرار التحكم في الشاشة اللي بالنص، وفي اوامر صوتية فوق طول تقصر على الصوت. بدل شفتر او الشفترات موجودة هنا ومدمجة في السكان نفسه ثابت، يعني حتى لو لفيت يمين ويسار يظل الشفتر موجود ثابت لما تشوفون على اليسار. طبعا هذا معدني. وعندنا على اليسار تحت في هني الليتات بشكل اوتوماتيكي موجوده هني، وايضا طول تقصر الاضاءات داخل، والكشاف الضباب الخلفي، والهاند بريك الالكتروني موجود هني. طبعا السكان اكيد يكون في تحكم كهربائي بالكامل عن طريق الزر الموجود تحت هني. وشوفوا التفاصيل يا جماعه، عندنا تطريز بكل مكان موجود، وحتى هني المكان هذا اللي ما حد يشوفه في تطريز وجلد، والمواد كلها من الجلد، والالكنتارا على السقف بشكل كامل. والشاشة اللي بالنص تعرض لك أهم المعلومات اللي تم تسايق من ناحية الرادار والنقاط اللي متفاعلة. على اليمين تقدر تحرك العداد هذا وتحوله إلى نافيجيشن خريطة، أو تخلي الار بي ام العادي. وعندنا أيضا الشاشة اللي بالنص تقدر تحكم فيها، يعني تعرض لك أهم المعلومات، مثل تبي خلني نشوف الحين نعرض لكم ميديا أو تليفون أو الراديو أو النافيجيشن. النافيجيشن راح يعطيك الاتجاهات فقط. وعندنا الطبلون اللي بالنص، عندك هنا ازرار الجير موجودة فوق. كانت بالسابق استن مارتن تحط المفتاح فوق وتشغل السيارة عن طريق الزر اللي موجود هنا، كان تدخل المفتاح وتضغط على المفتاح راح تشتغل وياك السيارة، لكن الحين يكون زر تشغيل موجود فوق. عندنا الشاشة اللي هنا، طبعا في مكان حق المفتاح للحين، لان المفتاح صراحة شكله جميل جدا، فتقدر تحط له هولدر هنا راح يمسك لك المفتاح بشكل جدا ممتاز. عندنا الشاشة الوسطية فيها نافيجيشن بشكل ممتاز مثل ما تشوفون. عيب الشاشة فقط انها ما تدعم اللمس، هذا العيب الوحيد فقط اللي شفته فيها. عندنا هنا شعار الدي بي 5 مثل ما تشوفون، استن مارتن دي بي 5 سيارتهم مشهورة. تضغط هنا راح تطلع لك اهم المعلومات اللي تبي من السيارة نفسها، درايف مود. وفي المناسبة عندك هنا زرين تغير السيارة بشكل كامل، فقط انك عليك تشوف الشاشة اللي بالنص. حتى الاعدادات راح تختلف وياك individual، كيفك شخصي او سبورت او سبورت بلس. حتى الصوت ترى انا حسيت انه تغير بالسيارة، وراح تكون اقصى استجابة للسيارة في نمط السبورت بلس. الشاشة فيها دعم لابل كار بلاي مثل ما تشوفون هنا موجود، والسيارة فيها اضاءة داخلية عن طريق الشاشة هذه الموجودة تحت. في عندك الكالرز او الكالر فانكشن، تقدر انك تخليه برايتنس زون او تغير الاضاءات. عندك 64 لون مختلف للسيارة، تقدر ايضا تغير الاضاءة قوة الاضاءة من هنا. الدرج الامامي تقدر تبطله عن طريق الزر هذا. LED الليتات LED اللي فوق موجودة باللمس. والازرار نبدأ من على اليسار، عندنا هنا زر الفليشر موجود، ايضا عندك المود، نمط القيادة المختلف، تقدر تختار انماط قيادة مختلفة. وهني الهيدروليك مال السيارة تنزله موجود هنا، وهذا مساعدة من نزول المنحدرات. هذا التاتش باد حق الشاشة، وأيضا في فرار حق الشاشة موجود هنا، تطول وتقصر على الصوت. موجود هنا كي هولدر أو مفتاح حامل المفتاح موجود بالنص، أساس يعطيك إحساس الأستن مارتن القديم، إنه تحطه هنا وتشغل السيارة عن طريق الزر اللي فوق. عندنا هنا زر تطفي الشاشة وتصير الشاشة ساعة، في ناس تحب السيارة إنها تكون هادية ما فيها أي شاشات أو إزعاج. والزر هذا تقدر تشغل أوضاع القيادة الآمنة من هنا، وأيضا تطفيها عن طريق الزر هذا. عندنا أوتو ستارت ستوب إنجن، يوقف لك السيارة فترات قصيرة لتوفير الوقود. وأيضا عندك باركينج سنسر، حساسات، وهني تبطل لك الكاميرا مالت السيارة. طبعا الكاميرا تبطل الكاميرا اللي ورا، ويكون عندك 360 درجة رؤية على اليسار، وأيضا تقدر تختار أي كاميرا تبي من الشاشة نفسها.
في حال ما عجبك شكل الكاب هولدر تبي تغطي الشكل هذا، تقدر انك تدز الكشن او السنادة اليد وتسكرها بشكل كامل. 2 كاب هولدر، وعندك تكال وسطية فيها فتحتين USB Type A، وايضا عندك فتحة 12 فولت موجودة، وفي SD كارد تقدر تحفظ او حق النافيجيشن موجودة تحت. ونشوف السعة الخلفية مع بعض للDBX من الخلف. الباب ايضا فتحة الباب تكون نفسه بالامام بالضبط. شوفوا الجلد يا جماعة، انا ما راح اتكلم عن الجلد والتطريز لان تكلمت بما فيه الكفاية ما شاء الله. ويدة الباب هذه ايضا، عندنا التطريز اللي بالامام، تطريز من تحت، كل مكان يكون من الجلد. ايضا الكشنات، شوف التطريز الجميل اللي ما راح تلقاه باي سيارة ثانية. السيارة الثانية تكون كلها دايموند الحين، حتى سيارات العادية تكون دايموند، اما هذا التطريز غريب، وفي بايبنج يكون ميتل او معدن موجود في الكشن نفسه. طبعا اذا بتفتح الكشن عشان تشيل لك اغراض مثلا، تضغط في زر هني تسكر لك بشكل كهربائي. والباب ما شاء الله مستخدمين فيه هيدروليك، ما تشوفون هذه المعاونيات، تقدر تبطل الباب تحطه هو راح يثبت باي مكان انت ثبتته، ما راح يتحرك، وما شاء الله صاير ثقيل الباب بشكل ممتاز، حتى في حال ان في هواء او شيء ما راح يتحرك عندك الباب. والسياره من كثر ما هي عمليه يعني، تقدر انك تسدح الكشن اللي بالنص وتصير عندك 20 40 20 طريقه الكشنات نفسها، على اساس مثلا انك تركب اشياء طويله ويكون راكبين وياك بالخلف بشكل جدا ممتاز ومريح. ونشوف السياره من الخلف، ما شاء الله السعه، يعني هذه ميزه الشاصي الطويل اللي يكون 3065 ملي متر، ما شاء الله يعني معطيك مساحه خلفيه جدا ممتازه. عندنا مكيف على البي بيلر، ايضا سماعات، كله من الالكانتارا، ويكون تحت تطريز او لون الجلد، وكله كله الى الاسفل يعني لهني يكون كله من الجلد. بالنص عندنا تحكم في درجة التكييف، بس مقفولة الحين ما تشوفون، يقدر يفتحها السائق من الامام، وتقدر تتحكم بشكل ممتاز من الخلف. في الكشنات تدفئة وتبريد موجودة بالخلف، ايضا فتحة التكييف بالنص موجودة، وعندنا مكان تخزين صغير هني من الجلد. شوف التفاصيل، يعني حتى هذه مكان يعني ما حد يستخدمه بالغالب، حط لك اياه من الجلد، والتطريز على الشكل الخارجي وتطريز يدوي. عندنا فوق يكون الاضاءات بشكل اوتوماتيكي او باللمس، عندك علاقة ملابس جدا جميلة موجودة فوق وانيقة صراحة. عندنا المسكات ايضا من الالكنتارا موجودة هني، يعني انا شفت المسكات من الجلد وهذا، بس مسكات شكلها كذي من الالكنتارا صراحة ما شفت اي مكان ثاني. وحتى السماعات تكون من الالكنتارا. واكيد DBX فيها كاب هولدر مع تكاية وسطية موجودة هني، وتكون من الجلد بشكل ممتاز. في حال انك وصلت للدقيقة هذه من الفيديو، اتمنى انك تشترك معي بالقناة، واشكرك شكر جزيل على حسن المتابعة، وايضا اشكر شركة أستون مارتن الكويت، راح احط لكم حساباتهم تحت بالوصف وصفحتهم بالانستغرام، تقدرون تتابعونهم لكل جديد في شركة أستون مارتن. اشكرك شكر جزيل، اشترك معي بالقناة ولا يفوتك مراجعات نفس هذه اول باول.